يظهر هذا الفيديو مصورة صحفية كانت تريد على ما يبدو أن تحدث سبقاً صحفياً لها أو هكذا، كما أوحت به طريقة عرقلتها لهذا اللاجئ السوري الذي منفك من قبضة رجل شرطة مجرية كان يلاحقه بعدما فر من مخيم روسكي المتواجد بين صربيا والمجر. المصورة الصحفية التابعة للقناة المجرية أن تي في والتي عرقلت اللاجئ السوري الذي كان يحمل ابنه بعدما فر من أيادي الشرطة يبدو أيضا أنها نست في غمرة السبق الصحفي أخلاقيتها المهنية، حيث راحت تضرب لاجئين آخرين بشكل مفضوح ولا يبدو أن له أي تبرير. الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي استنكروا ما بدر من الصحفية المجرية، كما اعتبروا ذلك سابقة خطيرة لا مبرر لها حتى ولو كان الهدف مما قامت به إيصال الصورة للعالم، كما أن الحادثة فتحت باب التساؤل عما آلت إليه أخلاقيات مهنة المتاعب.